هتقولي لهم زي ما اتفقنا ولا هتغدري؟ انا لا، هقول لهم على الحقيقه كلها. بس انت اديني الشيك اللي معاكي عشان خاطر لما احكي لهم يصدقوني. لا، هتقولي لهم الشيك مع عزة، يجيبوني ويسالوني وانا اقول احلى ولا في البيه، البيه اللي بيترمخ على السكرتيره بتاعته وهو عارف انها قتلت اخويا. ما يا عبد الحميد، قومي. طلبت البيه رئيس المباحث؟ ايوه. طب يلا تعالوا. في حاجه؟ لا. طب اسحب. ليه يا حسام؟ يا جبل ما يهزك ريح. يا ريتني كنت سمعت كلامك من الاول يا بابا. وهيفيد بايه الندم يا حسام؟ اللي حصل حصل وبقى امر واقع. خلاص عليك انك تتعامل مع الواقع ده بقى من دلوقتي. اللي هيجنني اني كنت حاسس، بس كنت بكذب الاحساس ده، بقول يمكن كانت الظروف اللي مرت بيها او العيا او الخمس سنين اللي ما شفتهمش فيها. كنتش متخيل ان انا في وسط عصابة. الحمد لله ان هي جت على قد كده. محدش عارف ايه اللي كان ممكن يحصل، محدش عارف ايه اللي كان وراها ولا ايه اللي هي كانت مخططه له. دي كانت جايبه لي البيت واحد اسمه حمو وتقول لي تيك كير. ممكن جدا زي ما غدا كانت بتقول، ممكن جدا كانت فعلا مخططه القتل. بعد الشر عليك، انت احسن حاجه عملتها انك بلغت عنها وقلت كل اللي عندك. انا كان لازم احمي نفسي يا بابا، ما كنتش عارف الضربه هتجيلي منين ولا امتى. عندك حق، انا من ساعه ما شفتها كنتش مستريح لها، كان فيها حاجة غامضة ومش مظبوطة، خصوصا لما شفت عندها اللي اسمه بسيوني ده. بسيوني وحمو، مش بقول لك تشكيل عصابة. ايوه غادة. مي مين دي؟ بالراحة. طيب مش فاهم مي مين. مي اللي اعترفت ان هي موتت عمر. تنسيت ولا ايه؟ وهم اتقابلوا فين؟ دي في اسم ودي في اسم تاني خالص، مين فيهم اللي اترحى؟ اسم ايه؟ انت في اي حاجه عايز تعرفها قول لي وانا اعرفها لك. ثواني. واللي اسمها مي دي قالت ايه بالظبط؟ قالت ان عزه اتهجمت عليها وضربتها جواها الحجز. عايزاها تعترف ان انت مديها فلوس عشان تقول الكلام اللي هي قالته. عايزه تورطك في اي مصيبه يا حسام، شفت؟ بس البنت طلعت ذكيه. وخلت شويه من اللي كانوا معاها في الحجز يشهدوا على اللي حصل. هي لسه مكلماني من تليفون حد من قرايبها كان بيزورها وحكت لي كل حاجه. هي عزه دي حد زيها عليا ولا ايه؟ مش ممكن تكون دي اخت منار، هي عايزه مني ايه؟ عايزه الحق. حق ربنا يا ولاد الكلب. حد يقول لي انا هنا ليه؟ عملت ايه عشان اترمي رميه الكلاب دي؟ ذنبي ايه في كل اللي حصل لي ده؟ ده انا ماشيه مطرح ما يحطني الريح. يرضيك يا رب اللي انا فيه؟ يرضيك تبقى دي نهايتي؟ ده انا ما اخترتش اي حاجه في حياتي. لا اخترت اكون بنت سلطان الاباري، ولا اخترت امي تسيبني وتاخد اختي وترميني، ولا اخترت امشي في سكه حمو، ولا اخترت ما يبقى ليش حد في الدنيا. ويوم ما يبقى لي يروح، أنا كنت بهرب من اللي أنا فيه عشان أبقى كويسة، عشان أخد حقي، حقي اللي الدنيا مستكترة عليا. معقولة؟ معقولة يبقى ده مصيري؟